وزارة الخارجية، السيرة والمسيرة، يوم الدبلوماسية العراقية. مئة عام على تأسيس الدولة العراقية، وسبعة وتسعون عاماً على انبثاق القيم العراقية في المحافل الدولية من خلال وزارة خارجية جمهورية العراق. العراق الذي عبر عنه وزراء خارجيته طيلة القرن العشرين والربع الأول من القرن الحادي والعشرين. في العام 1921 أعلن العراق نفسه دولة قائمة في محيط شرق أوسطي لا زال يحاول إثبات الذات الوطنية. محيط مضطرب وامبراطورية عثمانية متحكمة شارفت على الانحلال بمعاهدة أحيت رغبة بنشوء الدول المتمدنة في نهاية احتلال وبداية آخر. فكان العراق بعد معاهدة فرساي بلداً يستذكر عراقته ويطمح لصياغة حضارة تحاور العمق الزمني القادم منه. بعد إعلان العراق دولته في العام 1921 وتشكيل أول حكومة عراقية برئاسة عبد الرحمن النقيب، خلت الحكومة من منصب وزير الخارجية. استمرت الحكومة العراقية المؤقتة بلا وزارة خارجية حتى تشكيل حكومة ياسين الهاشمي. ياسين الهاشمي الذي شارك في الحرب العالمية الأولى إلى جنب العثمانيين وحلفائهم، ومنح أنواط استحقاق عال كرئيس لوزراء العراق. اقترح الهاشمي على حكومته تأسيس وزارة خارجية عراقية، فوافقت الحكومة العراقية وأسندت إليه مهمة إدارة الوزارة ليكون أول وزير خارجية للدولة العراقية بإرادة ملكية، صدرت في 24 من تشرين الثاني من العام 1924. من رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق وكالة، شرع الهاشمي بتأسيس الدبلوماسية العراقية. شهدت المرحلة الممتدة من العام 1924 حتى العام 1932، وهو العام الذي دخل فيه العراق إلى عصبة الأمم المتحدة تولي 10 وزراء لخارجيته. 37 عاماً هي المدة التي حكم النظام الملكي فيها العراق. بدأ النظام الملكي فيها بياسين الهاشمي وزيراً للخارجية، وانتهى بوزارة توفيق السويدي. العشرات من المثقفين والباحثين والسياسيين استوزروا الخارجية العراقية في العهد الملكي، وبعضهم تقلدها أكثر من مرة. كان الوزير محمد فاضل الجمالي علامة فارقة في تاريخ وزارة الخارجية العراقية للعهد الملكي. تسلم الوزارة 5 مرات ووقع فيها باسم العراق ميثاق الأمم المتحدة في العام 1945. تناوب وزيران للخارجية في سنوات الجمهورية الأولى هما عبد الجبار الجومرد وهاشم جواد، التي انتهت في 8 شباط من عام 1963. كما ابتدأ العهد الملكي بياسين الهاشمي وزيرا للخارجية، ابتدأ العهد الجمهوري الأول بعبد الجبار الجومرد وزيرا للخارجية. من العام 1958 حتى العام 1963 انقضت الجمهورية الأولى، وتناوب على وزارة الخارجية
في سنوات الجمهورية الخمس عبد الجبار الجومرد وهاشم جواد. جناح قومي آخر يستولي على السلطة في العراق من العام 1963 حتى العام 1968 متمثلا بعبد السلام عارف ومن ثم أخوه عبد الرحمن عارف. شهدت فترة الحكم العارفي للأعوام 1963 إلى العام 1968 تولي عدة وزراء شؤون خارجية العراق، بدأت بطالب شبيب وختمت بطاهر يحيى. تولى حزب البعث زمام السلطة في العراق من العام 1968 وابتدأ رؤيته الشمولية بقتل وزير الخارجية ناصر الحاني في تشرين الثاني من نفس العام. واتسمت السياسة الخارجية آنذاك بمتغيرات على وفق أيديولوجيا الحزب وتوجهاته القومية. اصطبغت السياسة الخارجية بعد العام 68 بصبغة تبعيث المؤسسات الحكومية كافة وعسكرتها أثناء الحرب وتكريس الخطاب السياسي لصالح النظام وحروبه العبثية. بدأت حكومة البعث التي فصلت رداء الحرب مشوارها بمقتل ناصر الحاني وانتهت بآخر وزير للخارجية وهو ناجي صبري. وفي العام 2003 أطلق مندوب العراق في الأمم المتحدة محمد الدوري عبارته: الآن انتهت اللعبة. وذهبت كلماته لتكون فارقة تحكي مرحلة العسكرة ونوازلها. عهد جديد أطل على الدبلوماسية العراقية، ترجم بلسان عراقي مبين: إنه عهد الديمقراطية. في الحكومات التي تعاقبت بعد العام 2003 تبنت الخارجية العراقية سياسة الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي والدولي، حتى أقر الدستور العراقي متضمناً مبادئ السياسة الخارجية العراقية. وقد كان السيد هوشيار زيباري الأطول مدة من بين وزراء الخارجية وقتها. مهام جديدة مارستها وزارة الخارجية العراقية تجلت في مواجهة الإرهاب بالدبلوماسية المكملة للعمل العسكري في مجابهة التنظيمات المتطرفة. عملت وزارة الخارجية العراقية على توطيد الاستقرار من خلال الإعمار بحصول العراق على العديد من المساعدات بفضل السياسة الخارجية الناجحة. جائحة كورونا لم تكن عقبة إزاء حرص الدبلوماسية العراقية على إنجاز مهامها، بل كانت محفزاً لاستمرار العمل. شهدت فترة استزار السيد فؤاد حسين طفرة نوعية بالسياسة الخارجية العراقية، فقد دشنت الدبلوماسية مرحلة مهمة من الحوارات الجماعية لتأكيد شراكات متعددة وتكريس دبلوماسية الحوار والاقتصاد ضمن إعادة موضعة العراق في مضمار التفاعلات الإقليمية والدولية. وشهدت هذه المرحلة انفتاحا لافتا وزيارات ومؤتمرات رفيعة المستوى. وكانت زيارة قداسة البابا واجتماع القمة الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة ومؤتمر بغداد للتعاون والشراكة انعكاسة إيجابية على الداخل العراقي. وتركزت فاعلية الدبلوماسية منذ تولي الوزير فؤاد حسين على أن يكون العراق فرصة للشراكة بدلا من مصدر للتهديد. لم يكن الأمر حكرا على ذلك، فقد كان العراق بوساطة خارجيته مبادرا بتقريب وجهات النظر الإقليمية المتنافرة، حيث عقدت العديد من اللقاءات الثنائية الإقليمية برعاية خارجية العراق ووزيرها، الأمر الذي أسهم بتطييب الأجواء بين محيط العراق الإقليمي. كان وما زال للمرأة دور مميز وفاعل في الدبلوماسية العراقية من خلال عملها بوزارة الخارجية بمفاصل عدة، وتسنمها مراكز قيادية ومشاركتها في تحقيق إنجازات مهمة للوزارة، لا سيما بعد العام 2003.
لأن تمكين المرأة جزء لا ينفك عن الأجندة الوطنية للحكومة العراقية. تعرضت وزارة الخارجية إلى هجومين إرهابيين، الأول في 19 من آب من العام 2009، وأودى بحياة 82 شهيداً بينهم 45 موظفاً في الوزارة، مع 613 جريحاً من الموظفين والمواطنين، والآخر في الخامس من شباط من عام 2014 في مدخل الوزارة الذي راح ضحيته 13 شهيداً وخمسة جرحى. وإجلالاً لتلك الدماء، تستمر جهود الدبلوماسية العراقية لحفظ مصالح العراق ورعاية حقوق شعبه. كان ذلك وهجاً من دبلوماسية العراق في السيرة والمسيرة، منذ ياسين الهاشمي حتى فؤاد حسين، على مدار 97 عاماً.